موضوع ماء الإسالة في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى لا يصلح لأي استخدام، وكل هذا ولم يأتي حتى الآن موسم الصيف بعد، حيث تشح المياه بشكل كبير وترتفع نسبة ملوحتها في جنوب العراق. يتساءل البعض إذا كان هذا حال الماء الواصل للمواطنين الآن بهذا الشكل، فكيف سيكون في شهر الصيف؟ فنشاهد. يعني شربكم هذا ماي اليوم، هذا ماي رميته اليوم، هسه شغلنا التانكي باع، شغلنا ماي المطر باع. الله يرضى محمد شهر رمضان، هذا ماي، هذا شيء كاكاو، هذا شوف باع باع. يقول لك العراقيين شو ما يسمون شو ما يموتون باع. هاجينا منين يسحب هذا؟ بس ادفن حتى ماي الشط مش، حتى ماي الشط مش. يعني معقولة؟ معقولة هذا ماي يشربه بني آدم، يسبح بيه، يتوضى بيه؟ هسه بدي أتوضى، جيت بدي أتوضى ما لقيت ماي. يا شلون أتوضى هسه بهذا الماي؟ طين، هذا طين، هذا طين، شلون هسه هذا ماي هذا؟ شلون راح؟ يا ها صار لقيت هسه